الأمريكي ريتش روتيليلا ينفق 100,000 دولار ليصبح أطول بثمانية سنتيمترات. توقف الأمريكي ريتش روتيليلا 38 عاماً عن النمو عندما وصل إلى حوالي 160 سنتيمتر، وسئم من كونه أصغر رجل في جميع الصور، لذا قرر إجراء جراحة لإطالة الساق بتكلفة ما يقارب 100,000 دولار ليصبح أطول ببضع سنتيمترات. وقال ريتش: أن أكون أطول هو شيء كنت أرغب به منذ الطفولة، طولي أبعد النساء عن مواعدتي وقلل من حصولي على فرص التمثيل. وخضع ريتش لعملية جراحية تعرف باسم إطالة عظم الفخذ الثنائية، والتي يتم فيها كسر كل من عظام الفخذ ووضع قضبان معدنية بداخلها مع مغناطيس تفصل بين العظام بمقدار 1 مليمتر كل يوم. وبعد 3 أشهر من المعاناة أصبح أطول بحوالي 8 سنتيمترات، ثم خضع ل3 أشهر أخرى من العلاج الطبيعي قبل أن يتمكن من المشي مرة أخرى. ويعتقد ريتش أن الطول الإضافي هو استثمار في مستقبله، فمنذ ذلك الحين لديه مواعيد أكثر مع النساء بنسبة 30-40%. وقال ريتش: لم أكن لاعب كرة سلة في طفولتي بسبب طولي، على الرغم من أنني كنت لاعبا جيدا. في بعض الأحيان كنت أعرف أنني أفضل ممثل، لكني لم أحصل على الدور بسبب طولي، وبدأ هذا يجعلني أشعر بالإحباط. لم أطلب أبدا أن أكون طويل القامة، فقط متوسط الطول. وأضاف: ذات مرة أجريت تجربة أداء لدور وكان الأمر بيني وبين ممثل آخر، أخبروني أنني أكثر موهبة لكنهم أعطوه الدور لأن البطلة كانت أطول مني، غادرت والدموع في عيني. ووصف ريتش الألم الذي استيقظ عليه بعد الجراحة بأنه أسوأ الأشياء التي مر بها على الإطلاق، يصفها بأنها 80 يوما من الجحيم، حيث كان على كرسي متحرك طوال اليوم. كما علق: الناس ينظرون إلي بشكل مختلف الآن، أعرف كيف يكون الأمر بالنسبة لي أن يكون الرجل قصير القامة، والآن أعرف كيف يبدو أن تكون أطول. إنها واحدة من أصعب الأشياء التي قمت بها على الإطلاق جسديا وذهنيا، ولكنها كانت تستحق العناء. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا، إلى اللقاء.